الله الرحمن الرحيم، معكم الجوكر والصديق ديالي كلونجا. الصراحه حنايا تهضمنا في الحق ديالنا، واليوم جينا نهضروا ونخرجوا بتصريح قوي ضد الناس اللي حيدونا من الفيلم ديالنا اللي حنا كنا كنستحقوه. هو الفيلم ديال الجوكر، هو الاصل ديالو مغربي، كاتبو الصديق ديالي كلونجا، وكاين المساعد ديالو بوعبيد خريج المسرح. لا، اللي تصحيح المعلومه هو خارج من المسرح ماشي خريج، يعني هو خرج من المسرح. دابا حيت حنا خاصنا نقولوا الصراحه، نعطيو كل الذي حق حقه. باش شنو واحد حقي ديالتي ديالتي باغي حقك. هو فعلا كاينه معاناه، فعلا الفيلم تسرق منا لظروف خارجيه وظروف داخليه. عنده الصح، لظروف داخليه حيت ما دخلوناش للفيلم، وظروف خارجيه حيت خرجونا من الفيلم. والسبب الاساسي قال لك حنا عندنا تصوير ورزازات، وما كاينش اللي كنديروا كيدوب مع الشمس. حنا دابا كنطالبوا الناس اللي كيديروا الانتاج يتعاونوا معنا ويجيبوا لنا ماكياج اللي كيصبر في الشمس ويصبر في البرد، حيت كاين جوج الناس دابا الحمد لله اللي في المغرب كيتقنوا الماكياج ديال الجوكر، كاين انا والصديق ديالي. واختك؟ اختي وضحت لها امك.